خلينا بقى نشوف تاني حاجة تانية مختلفة معانا. معارض كلنا واحد، واللي بتيجي ضمن مبادرة وزارة الداخلية، شهدت إقبال كبير من المواطنين داخل شوادر الموجودة في مناطق جسر السويس ومستورد. كاميرا صباح الخير رصدت الأجواء ومدى حرص المواطنين على التوفير وشراء متطلباتهم الخاصة بالمستلزمات الدراسية والزي المدرسي، وده طبعا لاقتراب العام الدراسي الجديد. شهدت الأسعار انخفاض ملحوظ، وده أدى لإقبال جماهيري شديد. خلينا نشوف. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. تهدف الوزارة من هذه المرحلة من المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور بمناسبة قرب حلول عام دراسي جديد. فهذه التخفيضات التي تصل إلى 30% تتناسب مع احتياجات أولياء الأمور لتلبية متطلبات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من خلال منافس ثابتة ومتحركة ومن خلال السلاسل التجارية المشاركة في هذه المبادرة، ما أدى إلى إقبال المواطنين على تلبية متطلبات بأقل تكلفة ممكنة. اعتادت وزارة الداخلية مع بداية كل عام دراسي جديد أن تكون حاضرة وبقوة من خلال مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة، وهو ما أتاحته المرحلة 23 من المبادرة التي جاءت برعاية رئيس الجمهورية وبدأت في الأول من الشهر الجاري وتستمر فعاليتها على مدار شهر. الأسعار في منتهى الجمال، أنا نازلة بفلوس وراجعة بفلوس زيادة كمان. من الحاجات الأسعار موحدة في كل مكان، ودي ميزة حلوة جدا. اشتريت حاجات بطريقة لا تتخيل، أنا سعيدة جدا جدا بالمعرض كلنا واحد، أسعار موحدة في كل مكان. الكشاكيل هنا كويسة جدا، والبريات وكل حاجة كويسة الحمد لله، أسعار مناسبة لينا كلنا. في أماكن تانية الدستة ب 75 و80 جنيه، هنا الدستة كويسة ب 68 جنيه، وخامة الورق كويسة جدا. ثلاثون بالمئة هي تخفيضات المبادرة على المستلزمات المدرسية في 814 منفذا على مستوى الجمهورية وستة معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا بالشوارع والميادين، كلها بالعناوين والأسماء موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ليتمكن المواطنون من الوصول إليها في سهولة ويسر. الحمد لله، الحمد لله، كنا مستنيينها فعلا، كنا مستنيين مبادرة الحمد لله. حتى كنت بتصل برضه بالبيت عشان اقول لهم ان في اسعار هنا كويسه وممكن تيجي عشان تشتري وكده. يعني اسعارها كويسه، متناول متوسط الجميع، يعني كويسه. شنط في عليها تخفيض حلو، الكشاكيل، كل مستلزمات المدارس كويسه. كما يبدو هنا في احد معارض المبادره، المستلزمات المدرسيه الى جانب السلع الغذائيه وغير الغذائيه التي تواصل وزارة الداخلية توفيرها بنسب تخفيض تصل إلى 60% عبر أكثر من 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية والمنافذ المقامة في الشوارع والميادين. لقيت التخفيضات كويسة، والزيت وكله هيبقى، لسه هدور واشوف، لسه يعني الزحمة تدل ان حاجة كويسة ورخيصة، وما يعني ما فيهاش حاجة يعني كويسة، مبادرة كويسة. المبادرة كلنا واحد كويسة جدا، يعني شايلة عبء كبير قوي من علينا. يعني انا باجي باخد حاجات هنا من هنا، الاسعار منخفضة، يعني باجي زي الزيت والسكر والرز يعني ارخص من بره بفرق كبير. طبعا كذا حته تروح فيها تلاقي فيها يعني الخيمه المبادره دي، وتخش تلاقي يعني من اول اكل الشرب لحد الزي المدرسي والادوات المدرسيه، بلاقي كل حاجه هنا كويسه يعني بصراحه. كما تحرص وزارة الداخلية على توفير السلع عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تابعة لمنظومة أمان بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد. عبد الله بركات، لصباح الخير يا مصر.